بدينا نشوف في الفترة الأخيرة يقول لك نام ما صحيش، ده كان بيلعب كورة ومرة واحدة وقع في الملعب ولقيناه توفاه الله. كان عندي حد في ريعان الشباب وفقدناه مرة واحدة بدون أي سبب مباشر يقدر يفسر القصة دي. في الحقيقة احنا عندنا جزء كبير في كل كتب القلب اسمها السكتة القلبية، الموت المفاجئ للقلب اللي هو مجرد شوية أعراض بسيطة، يقول لك صدري وجعني بجزء بسيط ثم يعني يتوفاه الله. في الحقيقة الموت المفاجئ قصة كبيرة قوي، أحب نتكلم يعني نلقي الضوء سريع عليها. هي ليها أسباب كتير طبعا، أهم الأسباب هي الجلطات القلبية الحادة. وفي الحقيقة زي ما اتفقنا احنا ساعات بنقصر في حق نفسنا، بالذات لو في تاريخ في العيلة، ان احنا نكتشف بدري عوامل الخطورة من ضغط لسه لم يكتشف، من سكر، من كوليسترول، من عادات غذائية في الوزن وفي التدخين، عادات سيئة جدا يعني بتخلي دايما الأزمات القلبية تظهر، وبتظهر بشكل مفاجئ خاطف بيخطف البني آدم بدون أي إنذارات استباقية. حاجة تانية مهمة في بعض الأمراض القلبية ذات الطبيعة الوراثية، سواء اختلال في عضلة القلب أو تضخم فيها أو بعض المشاكل الصحية نتيجة اختلال كهربة القلب الوراثي، فدي حاجات لو في تاريخ مرضي ليها في العيلة لابد أنه دايما في بعض الحاجات اللي معروف أن هي وراثية، لما بنكتشفها في أحد أفراد الأسرة بنجيب الأسرة كلها وبتتفحص بشكل دقيق، حتى لو في تاريخ يعني الوراثي ممتد لأحد أفراد الأسرة بنقدر نلحقه وبنقدر ناخد الإجراءات الاحترازية والعلاجية اللازمة لمنع الموت المفاجئ. لكن طبعا يعني بقدر الإمكان احنا بنحاول نقلل ده، لكن طبعا هي إرادة الله سبحانه وتعالى، لكن الجزء اللي بننوه إليه ده في غاية الأهمية عشان نقدر، لأنه الحاجات دي بتبقى موجعة جدا الموت المفاجئ، فطبعا لو في أي حاجة احترازية لابد أن تتم بشكل سليم. مبادرة رئيس الجمهورية لمتابعة وعلاج الأمراض المزمنة، حملة 100 مليون صحة من وزارة الصحة.